تتفاقم أزمة الخزان النفطي صافر العائم على سواحل البحر الأحمر قبالة الحديدة وسط استهتار من جانب الميليشيا الحوثية الموالية لإيران وإصرارها على ابتزاز المجتمع الدولي من خلال رفض كل المبادرات والمطالبة بقبض ثمن المخزون النفطي. وتتوالى التحذيرات من كارثة بيئية كبرى في البحر الأحمر، غير أن هذه التحذيرات لا تعني شيئا بالنسبة لإيران وأداتها الحوثية، في وقت تواصل فيه طهران استخدام هذا الممر المائي لتهريب الأسلحة للحوثيين. وفيما أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في منتصف يوليو لبحث أزمة خزان صافر العائم، حذرت واشنطن من كارثة بيئية كبرى ودعت الصين إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع كارثة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر من غرق خزان النفط صافر في البحر الأحمر، وقال إن ميليشيا الحوثي منعت مسؤولي الأمم المتحدة من معالجة كارثة خزان صافر النفطي، وجدد بومبيو اتهامه لإيران بإرسال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالعمل على تمديد حظر وصول السلاح لإيران حتى لا تتمادى في زعزعة استقرار المنطقة وتطوير منظومتها الصاروخية. الصين وعبر سفارتها عبرت عن قلقها بشأن وضع خزان صافر الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، ودعت إلى إجراءات للحيلولة دون حدوث مشكلة تهدد بكارثة على مستويات عدة. وقالت السفارة الصينية إنه في حال وقوع أي مشكلة لخزان صافر سيلحق ذلك ضررا فادحا بحياة ومعيشة الصيادين اليمنيين والمدنيين في الساحل والملاحة البحرية وحدوث تلوث بحري شديد. من جانبها تقول الحكومة الشرعية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية رفضت كل المبادرات الهادفة إلى إيجاد حل لأزمة الناقلة صافر ومعالجة وضع الخزان، وتبقى أزمة خزان صافر في الواجهة في ظل مخاوف من كارثة بيئية بحرية، فيما تأمل ميليشيا الحوثي أن تقبض ملايين الدولارات ثمن المخزون النفطي كشرط للسماح للأمم المتحدة بإصلاح الخزان.